مولاي السلطان على وصول. الموكب عدى بخير وسلام، وهيقابلكم انتوا عينة مميزة مختارة من الشعب. شكرا شكرا، اللهم لا حسد. يا روح يا سلطان البلاد، يا روح يا سلطان البلاد. انا كان نفسي من زمان افرح الشعب، ما كنتش عارف ان الرداء حيفرحهم كده. ايه ده الولد ده بيضحك عليه؟ تعال هنا ولد. بتضحك على ايه؟ انا مش شايف هدوم خالص. انت يا سلطان عريان ماشي من غير هدوم. ازاي؟ ازاي انا عريان؟ قولي، يمكن بس عينيك مزغلله وانت بعيد. بص يا حبيبي كويس، شايف ايه؟ شايف ملابسك الداخليه يا مولاي. يا دي الفضايح، يعني مش شايف الرداء الجميل؟ ولا توب ولا حاجة، الناس دي بتضحك عليك. يا نعمان. امر مولاي. الرداء اللي عليا لونه ايه؟ لونه احم اخضر اصفر ابيض يا مولاي. غريبة، مع ان انا شايف ان لونه اسود. فعلا اسود يا مولاي. ما نقصد ابيض مسود يا مولاي. وانت عرفان؟ ما 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 مولاي. شايف الرداء اللي عليا لونه ايه؟ مش مدي على محمحي شوية؟ محمحي؟ طبعا محمحي، بس هو محمحي مدي على فحلقي. يخرب بيت دقتك يا وزير. انت سرحان، شايف لون رداي ايه؟ من الاخر، انا عندي على الوان يا مولاي، بشوف الالوان كلها زي بعضها. ساعة زمن ويبقى عندك عمى حيسي شامل. وانت يا ابني مش عارف ان في فرمان من السلطان بيقول ان اللي ما يشوفش الرداء اللي عليا تتقتل رقبته؟ يا سلطان. يبقى هتقطع رقاب اللي حواليك، ورقاب رعيتك، ورقبة فخامتك يا مولاي، لانكم كلكم كذبتم. انت مين يا ست انتي؟ انا واحدة من رعاياك يا مولاي، وام الطفل اللي قدامك. وانت زي ابنك؟ مش شايفة الرداء الجميل اللي عليا؟ لا مش شايفاه، لاني فقد البصر، بس انت اكيد عريان. وايش عرفك؟ وايه اللي اكد لك ان انا عريان رغم انك ما بتشوفيش؟ انا صحيح ما بشوفش، علمت ابني انه ما يكذبش عشان اشوف الحقيقه بعينيه. طب واللي حواليا؟ الوزراء، الرعيه اللي شافوا التوب وهللولي وشاورولي، وحريم السلطان اللي فرحانين ان ماشي طول النهار والليل بالغيار الداخلي، كل دول كدابين؟ اللي حواليك يا مولاي كدبوا عشان يحافظوا على مناصبهم، والرعيه كدبت
لأن الشعب خواف، خاف منك ومن السياف. مولاي ما تصدقش ست فقد البصر والطفل أهبل لسه ما نقش على الحجر. عندك يا نعمان باي، أنا صحيح فقد البصر لكن ما فقدتش البصيرة. وأنا مش أهبل لأني شفت الحقيقة. يا مولاي عاقب الكذاب وعاقب نفسك، هتقدر تعلى بمملكتك. يا حراس، كل الوزراء هيتقبض عليهم بعد الجلسة، وهاتولي اللصوص الاتنين اللي نصبوا علينا، ورجعوا كل اللي خدوه من خزائن السلطنة وحريم السلطان، بقيته غفر السلطان. اجروا وقفوا هناك مع الشعب، فرحانين قوي، حلو قوي زي اللي عليك. اللصوص كانوا فاكرين ان الوهم والكذب ممكن يخدع كل الناس، وفعلا الشعب اتخدع. انا كمان خفت اتكلم واقول اني مش شايف، مبقاش حكيم ومستحقش منصبي. كلنا كدبنا على بعض، انما لسه صاحب الفطنه ما اتخدعش. الطفل الصغير ده هو اللي شاف الحقيقه وما خافش، وقدر يقول الحق حتى في وش السلطان. وعشان كده انت يا ابني والست الطيبه امك هتعيشوا معايا هنا في القصر، وحراعيكم بنفسي. لا يا مولاي، انا مكاني بين الناس وابني يكبر وسطيهم، يمكن يقدر يعلمهم الصدق. بس تقدر تقولي يا مولاي بحنكتك هتعاقب رعيتك اللي كذبت عليك ازاي؟ هنفذ مطلب لسه قبضنا عليه، طلب مني ان الرعية في الشعب تعيش زي ما السلطان عايش، وبما اني هفضل بالهدوم دي عليا اللي عجبتكم واللي انا خليتها هي الرداء الرسمي في السلطنه، فرمان من السلطان انعمت على الرعيه انهم يلبسوا زيي تمام، لغايه ما تستروا نفسكم بالصدق. اما عيوني الكذابه اللي كذبت علي وعلى الناس، حسابهم معايا عسير. مسرور السياف. اجهز يا مسرور. سامحنا يا مولاي. استر نفسك يا سلطان، احنا شايفينك عريان، بلاش فضايح. وادرك شهريار الصباح، وسكتت الكلاب على النباح. يا مسرور. مولاي. الحمد لله ربنا بيعوض. مسرور بلغ. ما شاء الله، نفذ يا مسرور.